دعما وتكريما لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى، أقامت منظمة الحدباء لرعاية هذه الشريحة في المجتمع احتفالا في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. قامت اليوم منظمة الحدباء لرعاية ذوي الإعاقة حفل لتسليط الضوء على ذوي الهمم وذوي الإعاقة من خلال عرض أعمالهم اليدوية، من خلال البازار الموجود لهذه الشريحة، ومن خلال العروض المسرحية والقصائد الشعرية التي توصل معاناتهم. ويقول ذوو الاحتياجات الخاصة إن حقوقهم الأساسية لم يحصلوا عليها بالرغم من إقرارها في القوانين منذ سنين طويلة. يعني كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ما أحس أكو أي دعم، لا بطرق مؤهلة ولا بفرص توظيف. هي هاي القوانين مسنة وموجودة لكن ماكو تطبيق على أرض الواقع مع الأسف. المشاكل اللي نواجهها بمحافظة نينوى هي المشاكل الخدمية، وبنفس الوقت اللي تخلي المعاق يقعد بالبيت، بالتالي ما يقدر يطلع بسبب الخدمية، وبنفس الوقت النقل. التقصير والإهمال الحكومي طال حتى شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، تجلى ذلك في عدم مشاركة أي مسؤول حكومي في الاحتفال. رئيس المنظمة بعث كل الدعوات إلى كل المسؤولين في محافظة نينوى لحضور هذه الاحتفالية، ولكن مع الأسف لم يحضر أحد، وهذا دلال على أنه الحكومة لا تهتم بهذه الشريحة. احنا لبينا دعوات السيد المحافظ والقائم مقام وكثير من المسؤولين في هذا اليوم ما حضروا. ليش يعني احنا هيك؟ يعني احنا بنظركم شنو يعني؟ يعني المعاق لا شيء؟ يعني مو الله سبحانه وتعالى خالقه؟ فاحنا يعني عتبنا على السيد المحافظ، على المسؤولين، على النواب، بس وقت الانتخابات يدزون علينا وينكم. ويؤكد ذوو الاحتياجات الخاصة في نينوى أن الإعاقة الجسدية والتقصير الحكومي برعايتهم لم ولن تقفا عائقا أمام كفاحهم لتحقيق أحلامهم.